أدوية لن تصدق أنها كانت شائعة ولا حتى مسموحة أصلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف وهي قناتي مذكرات ممرض. بكلمكم من دولة قطر، نتكلم عن التمريض مهنة العظماء. فلو عجبك العنوان اللي سمعته قبل شوي، اعمل هاند ووشنج، البس الجلوفز، لا تنسى الماسك، وتفضل عندي اقول لك شو اهم الادوية اللي كانت اثارها مدمرة ومع ذلك كانت شائعة في وقت من الاوقات. في هذه السلسلة تاريخ التمريض بحب اتكلم عن مواضيع من قبل 100 سنة فما يزيد، لانه لازم تعرف انه انت بنعمة، ولازم تعرف كيف بدت هاي المهنة سواء التمريض او الطب جنبا الى جنب، عشان تعرف كيف تطورت وتعرف النعمة اللي انت فيها. هذه الأدوية بعضها كان موجود في الأسواق لحد 40 أو 50 سنة أو أقل، يعني يمكن يكون أبوك أو جدك تناولوها وتعالجوا فيها، لكن بعد عدة سنوات ثبت أنه بعضها آثاره مدمرة، وبعضها يؤدي إلى أمراض خطيرة جدا، وبعضها يشوه الجينات وينتقل إلى المواليد الجدد، وبعضها يسبب الوفاة. من الأمثلة على هذه الأدوية الدي دي تي اللي هو دايكلورو دايفينيل ترايكلوريثين، من أشهر المواد الضارة بالصحة اللي هي الدي دي تي. هذا الدواء كانوا يستعملوه مبيد حشري قوي، تم اكتشافه سنة 1847 وازداد استعماله في خلال أربعينيات القرن العشرين. كانوا يستعملوه سبرين للناس اللي معهم ملاريا، حتى الأطفال اللي عندهم جمل براسهم كانوا رشوه على الشعر، لدرجة أنه الجنود في الحرب العالمية الثانية كانوا يجيبوا لهم بخاخ أو منفاخ بيشبه منفاخ البالونات، كانوا يبخوهم بهذه الدي دي تي علشان ما ينتشر بينهم القمل أو الكوليرا أو التيفويد، لأنهم بيكونوا أعداد كبيرة جدا وبيظلوا في أماكن الحرب أو في ساحة الحرب أشهر طويلة. بعدها ب20-30 سنة في السبعينات أثبتت حكومة الولايات المتحدة أنه هذا الدواء مسبب للسرطان، مسبب للتسمم الشديد جدا، وممكن يسبب طفرات جينية وينتقل إلى الأجيال القادمة، فمنعوه بعد خراب مالطا. الباريجوريك، هذا الدواء تخيل أنه مزيج من بعض المخدرات والمنومات والمهدئات مشبع بالكافور، من أحد أكثر الأدوية القديمة انتشارا. اخترعوه في أوائل القرن الثامن عشر بحدود 1700-1710، وكانوا يستعملوه لمرض الأزمة، عشان هيك سموه شراب الأزمة إليكزير أزماتيكم. بعدها بمئة سنة أوائل القرن التاسع عشر بدأوا الأطباء يوصفوه للأطفال اللي عندهم رشح وسعال إنفلونزا وأشياء بسيطة، حتى الصيدليات ومحلات العطارة كانت تبيعه بدون وصفة طبية، لدرجة أنه كان يعتبر من الـ OTC أو الـ Over the Counter Drugs زي البنادول هذه الأيام، وكان جزء أساسي من الصيدلية في أي بيت. في السبعينات ثبت للحكومة الأمريكية أنه يسبب الإدمان، فبدأت تضبط عمليات البيع وصار ما ينباع إلا بوصفة وإلى آخره، وفي الأخير المنع. عمرك سمعت بإشي اسمه الميربرومين؟ طيب لو أنت شفت فيلم مصري أبيض وأسود مرقت عليك كلمة الميركروكروم، اي انسان كان ينجرح كانوا يحطوا له قبل ما يخترعوا الكحول واليود والاشياء هاي، كان في شيء اسمه الميركروكروم، زي اليود بس لونه احمر مش بني، كانوا يحطوه للعنايه بالجروح والحروق والخدوش وما شابه. هذا المحلول المطهر كان من النوع اللي ما بيطلع من الجلد بسرعه، يعني لو عندك جروح حطيت عليه نقطتين ميركروكروم بعد 3 أو 5 أو 6 اسابيع بتروح العلامه تبعه، بروح اللون الاحمر المميز له، حتى انه القابلات كانوا يدهنوا الحبل السري فيه عشان يعقموا. ظل استعماله لحد سنة 1998 تقريبا، لما اكتشفوا انه يحتوي على الزئبق، واكتشفوا انه الزئبق ضار جدا بالصحة، خاصة لما يستعمل بكميات كبيرة. الكنديتس اللي هو محلول بيشبه شراب الكحة، حسب الاعلانات اللي كانت تنعمل عنه هو معمول او مخلوط من نوعين مضاد حيوي ونوع من مخدر صناعي، الهدف منه انه يشفيك من الكحة العادية. اشتهر في خمسينات القرن الماضي تحت اسم فايزر، لكن تم منعه في سبعينيات القرن الماضي لأنه يحتوي على مخدر ويسبب الإدمان. الهيروين، نعم أنت سمعتني صح، الهيروين كان دواء ينعطى للمرضى العاديين لحالات أخف بكثير من اللي في بالك. قبل حوالي 130 سنة وتحديدا 1898 أنتجت شركة باير الألمانية الهيروين بكميات تجارية. تخيل أنه كانوا يعطوه دواء للسعال والرشح والإنفلونزا العادية. خلال الحرب الأهلية الأمريكية صار استعماله جنوني بين الأمريكان، خصوصا الجنود في ساحة الحرب، وبعض الحرب صاروا كثير منهم مدمنين عليه، لذلك سموا الإدمان عليه سولجرز ديزيز أو مرض الجنود. وعندما تم تسويقه في السوق سوقوه على أنه علاج لإدمان المورفين، يعني أنت بتكون مدمن على المورفين عشان تتركه بدك تدمن على الهيروين، مسخ من سيد إلا ستي. هذا الكلام تقريبا 1906. وفي بدايات القرن العشرين كان مسموح للممرضين انهم يعطوه للمرضى، خصوصا اللي معهم امراض تنفسية مثل السل والازمة وما شابه.
عام 1914 صدر قانون اسمه قانون هاريسون لتنظيم استعمال المخدرات، فحاولوا انهم يقننوا استعماله وما ينصرف الا بوصفة طبية. في النهاية عرفوا انه نوع من انواع المخدرات الممنوعة وبطلوا ياخذوه لاغراض طبية. مش تكلمنا عن الهيروين، برضو الكوكايين كان دواء ويتاخذ لألم الأسنان وعلاج السعال. منذ القرن 19 كان الكوكايين يستعمل لعلاج الرشح ونزلات البرد وما شابه، لدرجة انه صاروا ينتجوا بكميات تجارية. صارت الصيدليات تشتري اسطول كبير جدا وتعبيه بعلب مختومة باسمها وعليها علامتها التجارية. يعني تخيل تدخل على الصيدلية تلاقي عنده سطل ابو 100 كيلو مليان كوكايين وفي علب 50 جرام او 100 جرام مكتوب عليها صيدلية فلان، زي ما بيبيعوا سائل الجلي في ايامنا بالكيلو. لما وصلوا لخمسينات القرن الماضي تأكدوا من انه هذا الدواء بسبب الادمان، وبدأت تضبط استعماله ابتداء من السبعينات الى ان ثبت انه مخدر اكثر منه دواء فمنعت استعماله نهائيا. الديليسايت، اكيد هذا الاسم انت ما سمعت فيه، بس يمكن مرت عليك كلمة عقار الهلوسة او الـ LSD. هذا المركب اكتشفه عالم اسمه ألبرت هوفمان سنة 1938. هوفمان نفسه جرب الدواء على نفسه وشاف الهلاوس اللي بيعملها، مع ذلك صار محط للدراسات كثير جدا من الدراسات على الأمراض العقلية والنفسية والعصبية، وبعد هيك صاروا يستعملوا لأكثر من مرض نفسي. ولكن كالعادة أي دواء بتبيعه لسبب طبي أو لأثره الطبي بصيروا الناس العاديين اللي ما فيهم إشي يستعملوا للتسلية وعشان يصيروا getting high، يعني يصيروا مزهزهين ومبسوطين. فلما انتشر استعماله في غير المرضى المحتاجين له تم منعه إلى الأبد. في دواء كان اسمه مستحضر دكتور ناثان تاكر للأزمة. هذا الدواء كان زي التبخيرة اللي بعطوها للأزمة، وكانوا يبيعوا معه جهاز بيعمل تبخيرة، بتحط نقطتين من الدواء بيعمل لك تبخيرة بتروح أعراض الأزمة اللي هي ضيقة النفس والكحة وإلى آخره. انتشر في أوائل القرن العشرين، وكان الإنسان أو الشركة اللي اخترعت هذا الدواء مش راضية تعلن عن مكونات هذا الدواء، قال إيش سر المهنة، وهم خايفين إنه شركات ثانية تعرف شو المكونات فتصير تصنعه وتبيعه وتضارب عليهم. ما كان في قانون يجبر كل شركة إنها تعلن مكونات الدواء، لكن فيما بعد تبين إنه مكوناته كوكايين أتروبين ومواد كثير ثانية ضارة. في السبعينات لما صار في قوانين بتجرم استعمال الأدوية المخدرة وبتقنن وبتنظم استعمالها منعوا لأنه محتوي على الكوكايين، فالمرضى ما كانوا يشتروا لأنه بيحسن النفس، كان لأنه بعد ما يخلصوا التبخيرة بزهزهم وبيحسوا حالهم مبسطين. في دواء اسمه المورنيدين، هذا الدواء كانوا يستعملوه للحوامل اللي بصير عندهم مورنينج سيكنس أو اللي بصير عندهم الغثيان أو بيراجعوا لأنهم حوامل بيظلوا يراجعوا طول فترة الحمل، فبدهم دواء يخفف النوزية. هذا الدواء كانت ميزته انه بيكبح او بيثبط مركز التقيؤ في المخ، فبتصير الواحدة تصحى من النوم مش حاسة باي اشي بضايقها، وشاع استخدامه ابتداء من خمسينيات القرن الماضي. لكن بعد باقل من 20 سنة تحديدا سنة 1969 منعت الحكومة الامريكية استعماله لانه ثبت انه يسبب اضرار بالغة للكبد، خصوصا تسمم الكبد وسرطان الكبد. كمان اسم غير شائع لدواء شائع، في دواء اسمه ديستافال. عمرك سمعت بإشي اسمه الثاليدومايد؟ هذا الدواء كان مشهور جدا وكان منتشر جدا، مع أنه كان مضر جدا جدا جدا. برضو كانوا يأخذوه الحوامل كمهدئ وكدواء يخفف النوزية ولا المورنينج سيكنس. الثاليدومايد هذا كانت أي واحدة حامل تحبل تأخذه ابتداء من أول يوم بالحمل لحد الشهر الثالث أو الرابع أو الخامس، لكن بعد فترة اكتشفوا أنه بيعمل تشوهات فظيعة في الأجنة. في كثير ستات لما ولدوا طلع الولد بدون إيدين أو بدون رجلين أو عنده إيد واحدة بس أو رجل واحدة بس، وغير التشوهات في الشكل وغير التشوهات في القلب وفي الشرايين والصمامات وإلى آخره. وبعد ما صارت عشرات الآلاف من الحالات المحزنة والمأساوية من هاي النوع تم منعه إلى الأبد. في ناس انولد أعمى، في ناس انولد أطرش، في ناس انولد بدون دماغ أو بدون قلب أو بدون عضو مهم زي الكلى أو الرئتين، وتم إجبار الشركة المصنعة أنها تدفع عشرات الملايين من الدولارات تعويضات للناس ولأهالي الناس هاي. بعض الأطفال اللي انولدوا بتشوهات من هذا الدواء لحد الآن عايشين ولحد الآن بيستقبلوا رواتب شهرية من الشركة اللي صنعته كتعويض. في بخاخ اسمه ترايلين بنثران، هذا البخاخ كانوا يستعملوا أثناء الولادة كمسكن أو مهدئ عشان الأم تخف عليها أوجاع الولادة، لكن بعد سنوات وسنوات اكتشفوا أنه هذا البخاخ بخدر الأم والطفل، فبينولد الولد يا إما نفسه ضعيف جدا أو متوقف، وأحيانا بتتوفى الولد نفسه، وأحيانا بيعمل فشل كلوي في الطفل.
فمنعوه تماما. في دواء ملين اسمه دانترون، هذا الدواء كانوا يستعملوه في بريطانيا دواء للإمساك ملين، لكن تم منعه في كندا وبريطانيا وأمريكا سنة 1963 لأنه بسبب طفرات جينية، إذا كنت صبية وبدك تحملي ما راح تقدري تستعمليه. حاليا مسموح في بريطانيا أظن فقط لبعض الحالات اللي بتكون تيرمينال، يعني مريض سرطان مثلا ضايله في الدنيا يومين ثلاث بسمحوا له، ما انت ميت ميت، اما غير هيك ممنوع تستعمل هذا الدواء. شفت انه احنا حاليا بنعمه، الحمد لله انه احنا ما لحقنا هاي الايام. وفي النهايه بقول لك كلمه واحده، لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناه اشترك بالقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول، والسلام عليكم ورحمه الله.